طيب السيد سيد خالد نزار، كلام مهم جدا، اشكرك، هذا الكلام موجه لك. ارد طيب على هذا الجنرال. ابتداء هذا الجنرال ضمن مجموعه من الجنرالات كانوا كي لا 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 الموضوع الى موضوع شخصي، لا نريد ان نشخص، لا 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 احسن نبقى في صميم القضيه. نعم نعم، لا القضيه في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. انا عندما اتحدث عن العقيدة الاستئصالية فإني لا أتحدث من فراغ. العقيدة الاستئصالية لها أشخاص ومؤسساتها. هل يمكن أن تعرف الاستئصالية كي يعرف الجمهور؟ العقيدة الاستئصالية هي تبني الحضارة والثقافة والقيم الفرنسية تبنيا تاما ورفضا ما سواها رفضا شاملا، وهي أيضا الولاء المطلق لفرنسا باعتبارها الأم الحنون ومصدر الحياة ومصدر الحضارة. حتى الدول الأخرى غربية لا يعتقدون واستئصال البعد العربي والإسلامي، هذا من أهدافها. هدفها الرئيسي القضاء على القيم والحضارة والثقافة العربية الإسلامية باعتبارها مستوردة من الشرق الأوسط والصحراء الخليجية، وباعتبارها حضارة غزاة عليهم أن يعودوا من حيث جاءوا من السعودية واليمن. والله من ووسائلها من ووسائلها من استخدام ووسائلها استخدام كل وسائل الدولة، وسائلها استخدام كل وسائل، يقتلون ويذبحون ويدمرون لأدب الحوار ويرهبون باسم الإسلام. وسائلها هؤلاء هم القتلة، وسائلها استخدام كل وسائل أعداء الهوية الوطنية، وسائل طيب. وسائلها استخدام طيب. كل وسائل الدولة طيب. وعلى رأسها الجيش، وهنا مربط الفرس، وعلى رأسها الجيش والسيطرة على الإدارة والإعلام والمال. من هو الجيش؟ أنا لا أتحدث عن الجيش الجزائري، في الجيش الجزائري رجال وفي الجيش الجزائري عظام، أنا أتحدث عن كمشة الجنرالات التي تحكمه. من هم هؤلاء؟ لكن السيد نزرق بين جنرالات وجيش، لا هم هناك يريدون ذلك، هناك كتلة كتلة متكاملة إذا صح التعبير، ولا يمكن التمييز، ليس هناك جنرالات أبداً وجيش أبداً. عشرات الضباط يفرون يومياً، مئات مسجونين في بشار أرادوا أن يغيروا بعض الحقائق، مئات مسجونين ومئات مقتولين. أقول لك شيء، أعود لك، يعني السيد هذا الجنرال كلها خرافة، هذا الجنرال ومجموعة من الجنرالات هم الذين قادوا الانقلاب. لا مهم جدا، مهم جدا، هم الذين قادوا الانقلاب ضد الشاذلي بن جديد. ذهبوا له وقالوا إما أن تلغي الانتخابات وإما أن ترحل. قال لا، أنا أعطيت كلمتي، لا يمكن أن أعود عن ذلك. ذهب الجنرال نزار والجنرال العربي بالخير والجنرال محمد مدين المدعو التوفيق والجنرال جنيزية عباس غزيل رئيس الدرك الوطني والجنرال الجنرال الخامس طيب آخر لا يحضرني اسمه الآن. هذا الجنرال والذي يتحدث عن فرنسا كان حتى سنة 58 في الجيش الفرنسي، 4 سنوات بعد الثورة وليس عام أو عامين، 4 سنوات. زائد هذا الجنرال ينتمي الى ما قاله بيير ميسنر وزير التربيه الاحسن، انظر ما قال، التحق لجيش التحرير الوطني، التحق للاختراق او بقي التحق. اسمع ما يقول بيير ميسنر، اسمع ما يقول، اذا التحق للاختراق، اسمع ما يقول، وانت عالم بذلك فمعناه ان انت موجود في المورد، ايه موجود، يعني موجود في المنبع، في الكتابات، يعني عارف من يدخل جيش التحرير الوطني من الجيش الفرنسي ليختير الطريقه. لا لا محمد عربي، محمد عربي دقيقه هنا سؤال. تحدث السيد نزار وهناك اتفاق مع السيد الهاشمي انه هناك انها حرب بين الشعب الجزائري وبقايا الارهاب، كيف ترد على ذلك؟ كيف مغالطه كبرى؟ انها حرب النظام، سأرد عليه، انها حرب النظام ولا تقاطعني، انها حرب النظام ضد الشعب